بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقلنا أن الجدل هو الحوار الذي يكون بين فريقين، كل واحد يحاول أن يبرر رأيه فيما يرى، فإذا كان بالتي هي أحسن، بمعنى أن يكون هدف الاثنين هو الحق والحجة، فذلك جدال حسن. يقول الله فيه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأما الجدل الذي يحاول كل واحد منهم أن يؤيد رأيه سفسطة وعنادا، فذلك مراء. ولذلك قال: ولا تماري، جادل بدون مراء. والفرق بينهما أن الجدل يريد أن يثبت الحق من هنا أو من هنا، فإذا ما انتهينا إليه سويا تكاتفنا على إظهار هذا الحق وتقويته. والجدل مأخوذ من الجدل، والجدل نعرفه في الريف عندنا اللي هو الفتل، نأتي بالأشياء اللي هو مثلا التيل ونريد أن نجعل منه حبلا. التيل عبارة عن ثمارة طويلة كده هشة، فإذا ما فتلناه جبنا طرف على طرف وعملناه حبل، يبقى قويناه. إذن فالجدل المراد منه تقوية الإيه؟ تقوية الحقيقة. هنا بقى: ومن الناس من يجادل في الله. والجدل في الله وجودا بأن في إله موجود، يبقى مقابل الناس بيقولوا ما فيش إله موجود. طيب، فيه إله موجود ولكنه يتصفونه بصفات الآدميين أبوة أو بنوة، وفيه أو فيه إله بس له شركاء، كل دي جدل في الله. لسه ما وصلش إلى الجدل في التبليغ عن الله. الجدل في الله وجودا، ووجودا واحدا لا شريك له، والجدل فيما يبلغنا عن الله تشريعا. ومن الذي يبلغ عن الله؟ قلنا رسول. وما الذي يدل على أن هذا الرسول صادق في البلاغ عن الله؟ قلنا: بين يديه معجزة يعجز البشر عن مثلها، مع أنهم متفننون في مثلها. وبعد ذلك تأتي الجدل في الأحكام. الحق سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. إذن إن وجد جدل بعلم صح، إن وجد جدل بهدى صح، إن وجد جدل بكتاب منير صح، بغير هذه الأشياء لا يكون هناك أي جدل. قلنا العلم هو إيه؟ العلم هو قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. هذا يكون في الأمور البدهية اللي في الكون، أمر بدهي. تقول الواحد نصف الاثنين، حد يجادل فيها دي؟ ما حدش. فين السماء؟ فوقنا، الأرض تحتنا، كل دي بدهيات ما حدش يقدر يجادل فيها. طب والهدى ايه؟ الهدى هو الاستدلال، تستدل بشيء على شيء ايه الاخر. المثل العربي القديم لما جه مشي في الصحراء ففهم انه تايه، فوجد بعر بعير ووجد قدما في الرمل كده مسير، فعلم ان هذا طريق مطروق، لو انه استقر فيه يفوت عليه حد او يعرف حد او يمشي تبع القدم كده والبعر يعرف المكان. فبعد ذلك جاءت له قضية الحق والإيمان، فقال: البعرة تدل على البعير، إن كان فينا بعير، والقدم يدل على المسير. طبعا الأول سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ خدم. يبقى إذن معنى هذا كون ينظر في آيات الله في الكون ويعرف إن دي مش ممكن تتأتى وحدها، ولم يدعها أحد ممن ينكرون وجود إله،
يبقى هي مش معقول انها تيجي لوحدها. ليه؟ لاننا قلنا اذا نظرنا الى اتفه الاشياء في حياه الانسان نجدها لم توجد كده بدون صانع. الكوب الذي نشرب فيه ضربنا المثل مره، الكوبايه اللي بنشرب فيها دي احنا شفنا شجره بتطرح كوبايات ما شفناش. طيب الكوب ده لازم ساعه ما اقول أو لازم واحد فكر يعمل الكوبايه دي، بدل ما كنا نشربه من الماء عبا او نشربه من الماء نزحا بالكف، فجاب لي عمل لي ايه؟ كوب، حاجه رقيقه وحاجه جميله وحاجه يعني مؤنسه والواحد يشرب منها. نشوف قال لك هو جت كده من غيرها ابدا، ده ليه؟ في علماء بعقول بحثوا في طبقات الارض وفي عناصر الوجود وايه اللي ممكن ناخده من دي ونعمله. قال لك الرمل بيلمع يبقى ناخد منه لمعان، والرمل ممكن ينصهر بدرجه حراره عاليه وبعدين نعمله عجينه، وبعدين نعمل فيه كده ننفخ فيه كده نعمل ازازه نعمل بتاع كل نعمل الاواني دي. الله، اذا ففي امكانيات وفي عقول عالمه، يعني الكوب البسيط اللي ممكن ان نستغني عنه ما وجدش وحده، بل وجد بايه؟ بصانع. الصانع ده ايه؟ عنده علم، شاف طبقات الارض وايه الماده اللي تنفع وعنده امكانيات. الله، كل دي يبقى قدره وعلم وحكمه ومش عارف ايه وحاجه زي دي. يبقى نقول له بقى اذا الشيء اللي ضروري في الحياه يبقى مالوش صانع؟ ده الكوبايه دي زي ما قلنا بتاعت النور دي اللي منها نمره واحد ونمره خمسه ونمره عشره وخمسين وانواع متعدده ما وجدش الا بصانع، ومع ذلك بتنكسر وتتحرق وتتغير وعايزين لها. طب الشمس اللي عماله تنور الكون دي من اول ما خلق الله ولا لهاش قانون صيانه؟ ما نقولش دي مين اللي عملها؟ كان يجب ان نقول اللي عملها مين، وتدخل في امكانياتنا ما تدخلش في امكانياتنا. هذه الايات اللي بناخدها بالادله، لكن هذه الادله توصلنا الى ماذا؟ الى ان هذا الكون باياته العجيبه لا بد ان يكون له موجد. بس الموجد ده اسمه ايه؟ العقل يعرفتش؟ لا. طيب عايز مني ايه؟ العقل يعرفه؟ لا. اللي يعمل اللي هو عايزه يعمل له ايه؟ ما نعرفش. اذن لابد من بلاغ عن الله يقول لنا اسمه ايه ومطلوبته منا ايه، واللي ينفذها يبقى يناله ايه، واللي ما ينفذهاش يناله ايه. إذن ففيه شيء علم من الأدلة وهو وجود قوة قاهرة حكيمة عملت الأشياء دي، اسمها إيه ما نعرفش. إحنا قلنا كمان أن فيه فرق هناك بين التصور والتعقل. الفلاسفة اللي أتعبهم أنهم خلطوا بين تصور الشيء وتعقله. التعقل إن أنا قلت إيه الحاجات العجيبة دي لازم لها موجد، هذا التعقل. انما التصور بقى بيدينا نتصوره، شكله ايه، اسمه ايه، عايز مني اقول له بهذا ما تعرفش بقى. ولذلك ضربنا المثل قديما وقلنا اننا نجلس في مكان مغلق ثم دق الجرس او طرق الباب، كلنا يتفق على ان طارقا بالباب، اتفقنا فيه دي اختلفنا فيه. لكن لما ندخل بقى بالايه في التصور ونقول ده فلان، ده راجل، ده امراه، ده طفل، ده بشير، ده نذير، عايز ايه؟ نختلف بقى. إذن امتى اتفقنا؟ في التعقل، لما ادخلنا نفسنا في منطقة التصور اختلفنا. اما نعمل ايه؟ ام قال لك يا اخي نقول له مين اللي طارق او نشوف مين هو الذي يعلنه عن نفسه، يقول انا اسمه فلان وجاي عشان كذا واقول لكم كذا، ينهي الخلاف ولا ما ينهيش؟ كذلك تعقل وجود القوة وهو الله، اسمه ايه هو اللي يقول لنا، عايز منا ايه هو اللي يقول لنا، اللي يؤدي مطلوبه ويعمل له ايه هو اللي يقول لنا. ما نضربش احنا بالبخ. طب هو اللي يقول لنا ازاي؟ يخاطبنا ازاي؟ بقى حد من البشر يستطيع ان يتجلى الله عليه بالخطاب الا اذا كان معدا لتلقي هذا الخطاب؟ ده مش ممكن. قال لك برضو احنا بندي مثل لهذا. احنا قلنا زمان ان الانسان حين ينام بيطفئ المصباح كما قال الرسول أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وتبين حكم دي طبيا، لأن الليل جاي ظلمة وسكن عشان يريحك من أثر الإشعاع في نفسك. طيب لكن أنا عايز أقوم بالليل، قلنا إن أنا عايز حاجة ولو تدلني على مكان النور، يوم نعمل ونسة بسيطة قوة شمعة أو اتنين، يبقى فيها برضو الإضاءة مش كاملة إنما تهديني إذا قمت. ليه؟
قال لك لاني لو مش دي قمت وانا عايز اروح دوره الميه ولا اي حاجه، ان قابلت شيئا اقوى مني اذاني وحطمني، اضرب في الترابيزه ولا في الدولاب اتعور اقعد، وان لقيت شيء اقل مني اكسره. امال اعمل ايه؟ لازم يبقى فيه بس نور يوريني تشاش، زي ما بيقول تشاش. فقال لك طب تستطيع انك انت تحط اللمبه اللي هي نمره واحد دي ولا نمره اثنين ولا خمسه، تحطها على التيار الكهرباء؟ لا، تروح طقها على طول. ليه؟ تيار الكهرباء كبير واستقبالها ضعيف. تقوم تعمل ايه؟ تعمل اللي بيقولوا عليه ترانسفورم. ترانسفورم ده معناه يستقبله من القوي ويدي يدي للضعيف. فاذا كان الماديات في الحياه عايزه هذه المساله، تقوم عايز ربنا يكلمنا كلنا؟ مش ما يكلمناش كلنا، لازم يعد ناس يكلمهم. يكلم الملائكة قريبين، والملائكة تكلم الرسل قريبين لأنهم مصطفون. أهو دي زي الترنس إيه تفر. ومن ذلك يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وإلا لو كان يكلمنا ما يقول للواحد على المنهج وخلاص، ومش ضروري الرسول ده ولا لا مش ضروري. ولذلك لما سئل الإمام علي قال له أنت عرفت ربك بمحمد ولا عرفت محمد بربك؟ قال له لو عرفته محمدا بربي لكان محمد أوثق عندي من ربي، ولو عرفت بالعكس كنت ما احتاجش الرسول ويقول لي يكلمني بقى طوالي كده، ولكني عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. شوف اتحلت المسائل كلها. يبقى إذن لا بد من هذا، لا بد من إن الواسطة. إذا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إيه رسول. ويعطي الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثلا من هذا في أنه إيه أرين رب عايز يشوف ربنا، أرني أنظر إليك. فماذا قال الحق؟ قال له لن تراني، مش لن أرى، انت ما ترانيش، يمكن لو عدتك اعداد تاني تراني، بدليل ان انا هنعد في الاخره اعداد اخر. وجوه يومئذ ناظره الى ربها، ولما يقول في المقابلين انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى الكويسين مش هينحجبوا. الله، اذا انا هعد اعداد تاني، ومش عجيب اذا كنت انا هاكل في الاخره ولا تغوطش. تبقى إذن من الممكن إن ربنا يعدني أعداد. قال له لن تراني ولا لن أرى. لو أن الله كان لا يرى لكان قال له لا أنا ما أراش. قال له لن تراني يعني أنت ما تشوفنيش. ودل ذلك على أنه جاء للجنس الأقوى مادة وصلابة من إيه؟ من موسى. انظر إلى الجبل، موسى يعرف أن الجبل أشد صلابة منه ولا لا؟ أشد. انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. إذن ربنا له تجلي، خدنا من دل ربنا له إيه؟ تجلي على بعض مخلوقاته. ولكن المتجلى عليه ده يستحملها ولا ما يستحملهاش؟ الجبل اللي هو أقوى من موسى عمل إيه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. طب الجبل اندك من تجلي الله عليه، كان موسى يعمل إيه بقى؟ إذا كان موسى لما رأى الجبل اندك صعق، فإذا كان موسى قد صعق من رؤية المتجلى عليه، فكيف به أن رأى المتجلي؟ كيش ما تمكن دي ما تجيش أبدا. على الأول إذا الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يتجلى على بعض خلقه يربيهم على عينه، ولذلك قال ولتصنع على عينه ولتصنع. لا. ليه ما لي ربيه زي؟ قال لك الرسول رب أمته في قد إيه؟ رب البشر اللي زيه في قد إيه؟ في 23 سنة. عال. لو أن بقى ربنا هيقعد إيه يعلم الناس، كل واحد عايز منه كام؟ 23 سنة بقى يتعلم، يوم هو يصطفي واحد ويديله خصائص القدرة في 23 سنة يديها له في إيه؟ في تكوينه. لتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي،
يقوم بعد ذلك اللي رباه هو بالتربيه دي يبقى يبتدي رب البشر في كام سنه؟ في 23 سنه. اذا كان ولا بد من بلاغ عن مين؟ عن الرسول. بلاغ عن الرسول يدينا بقى اسم الله، صفات الله، مطلوبات الله، اللي يؤدي المطلوب يحصل له ايه. ولذلك اول دليل على بطلان الشركاء ان تقول له انت تشرك الشمس او القمر او النجوم او الشجر او الجبال مع الله والاصنام. طيب ما مراد الاصنام منك؟ عايزه منك ايه؟ بالله اله بتعبده ولا لوش مطلوب؟ ما لها تعبده، ده العباده معناها طاعه في الامر والنهي. طب قالت لك ايه؟ طب اللي ما يعبدهاش عملت له ايه؟ ما قالت لناش. يبقى اله بغير منهج وبغير ثواب وبغير عقاب ينفع ان يكون اله؟ طب وما الايه اللي خلى العقول دي تروح لها؟ ام قال لك كان التدين طبيعه في النفس. وليه التدين طبيعه في النفس؟ قال لك لان دي في الفطره القديمه. احنا قلنا زمان إن كل كائن إلى أن تقوم الساعة فيه ذرة بسيطة من آدم، لأن أنا قدامك هو حي، وجدت من أبي الحي ولا لا؟ لو الميكروب اللي طلعني من أبويا كان ميت ما كنتش جيت، يبقى أنا حي. أخذت إيه الحياة من مين؟ من ميكروب أبي الحي. فالميكروب حي، إن مات ما ينفعش. ولذلك ربنا يدينا مسؤول في حياتنا. يجي واحد مع كيم ما بيعتمش يروح يكشف، يقول له والله الحيوانات بتاعتك ميت ما تنفعش. يبقى إذن لا يوجد الإنسان إلا من ميكروب إيه؟ من ميكروب حي. يبقى أنا فيه حياة من ميكروب حي، والحي ده من أبي الحي، وأبي كان كذلك سلسلها بقى. يبقى إذن كل إنسان فيه ذرة تكوينية من لدن آدم، ما طرأش عليها فناء. اللي شهدت الفطرة وشهدت الخلق بالإيد وشهدت أخذ العهد، ألست بربكم؟ الله. فإن أنت حفظت على إشراقية هذه الذرة اللي فيك من أول آدم اللي مصحوبة لك إلى أن تقوم الساعة، حفظت عليه. والمحافظة عليها إزاي؟ تشوف إدانا قانون صيانة لها إيه عشان النور يفضل فيك؟ ايه عمل ايه؟ قال لا تاكل كذا وكل كذا ولا تاكلش من حرام. عمال بيعمل ايه فيه؟ ليه كده؟ كل دي ولا تاكلش دي، ولا تاكلش الا من حلال، ولا تاكلش الا اذا مثلا جوعت. ليه دي؟ عايز يحافظ على مين؟ اشراقيه الذره، ما يعملش لخبطات وطلمصات عليها تنطمس. فالذين يقول لك ده فلان منور، منور يعني ايه؟ بنى لبنات جسمه مما أحل الله. ولذلك الحديث القدسي يقول إن ابن آدم يدعو فلا أجيبه، فيقول أنا دعيت ولم أجبه مش عارف إيه. يقول كيف أجيبه ومطعمه من حرام ومشربه من الله؟ إذن في حاجات عملت إيه؟ غلوشت على الذرة النورانية. إذن عايز تفضل الذرة النورانية، شوف قانون الصيانة للذرة دي إيه. قانون الصيانة للذرة، فمن اتبع هدايا فمن تبع آية ثانية فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم إيه ولا هم يحزنون. وإن أعرض عن ذكري له معيشة ضنك. الضنك جاي من إيه؟ إنني ما حفظتش على إشراقات الذرة التي شهدت خلق الله وشهدت له بالربوبية، ما حفظتش عليها. فحفظت عليها تفضل مشرقة فيك، منورة، وتفضل كل التعليم واضحه لك. ولذلك ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ايه يجعل لكم فرقانا؟ يعني يخليك منور كده، تعرف الحاجات كده. بمجرد ما يجي واحد يقول لي تقول انا عايز كذا، انا مش عايز كذا، الله جايه منين دي؟ حافظت على الايه؟ حافظت على الذره. الحق سبحانه وتعالى ساعات يرسل الرسل، يرسلها بالمنهج. هذا المنهج الله سبحانه وتعالى ذكر لنا العقبات اللي تعترض المنهج. ما حفظناش على إشراقية الذرة اللي هي الإيمان بالفطرة. كل مولود يولد على الإيه؟ الفطرة. الفطرة يعني إيه؟ التي شهدت أن الله ألست بربكم؟ قالوا بلى. لسه ما جاش حاجة من، ما جاش له حاجة حرام ولا بتاع ولا تلوث ولا أي حاجة، تفضل إيه؟ منورة. حق سبحانه وتعالى يقول لنا الفطرة دي اللي هيطلمسها منكم
حاجتين اتنين. ايه هي؟ ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. يبقى اللي هيطمس الفطرة فيك ايه؟ الغفلة عن المنهج، ادي واحد. والغفلة عن الموهج عن المنهج توجد جيل مش متمسك بالمنهج، يوم يجي الجيل اللي بعده يبقى فيه مؤثرين اتنين. المؤثر الاول الغفلة التي اثرت على من قبله، والتاني القدوة اللي شايفها في الناس. يبقى كل الجيل ما يتقدم تيجي الغفلة تزيد والقدوة تزيد. الله، اذا هتفضل مسألة تنقص تنقص تنقص. يوم ربنا يوالي ارسال رسله عشان يعمل ايه؟ يزيح الغفلة ويخلي الناس تقارن بين منهج الحق الذي خلق ومنهج الخلق اللي هم الآباء اللي حيتبعهم الناس. فأنت عايز تجادل في ربنا، يجادل بعلم وجادل بهدى وجادل بكتاب منزل من الله. كتاب وصفه بإيه؟ كتاب منير. إذن كأن الله أخبرنا أن الكتاب الذي نأخذه عن الله يبقى منسوب إلى الله، قد لا يكون فيه إنارة. والإنارة تروح منه فين؟ راحت فين؟ بما يطرأ عليه من إيه؟ من تحريف وتبديل. الله شرح أدواره. أول حاجة تيجي للكتاب نسوا ما ذكروا به، نسوا، أدي النسيان. يا أخي النسيان يبقوا معذورين، ادي واحده. طب والتاني اللي ما نسوش عملوا فيه ايه؟ كتموا بعضه، يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. طب واللي ما كتموش، اللي فضل من غير لا نسيان ولا كتمان، قال لك يحرفون الكلمه عن ايه؟ عن مواضعه. يبقى كم حاجه دلوقتي لحد دلوقتي؟ ايه الاولاني؟ ايه نسوا، وما لم ينسى كتموا بعضه، وما لم يكتم حرفوه. خلاص. طب تعالى بس اختصروا على كده، الا يجيبوا من عندهم حاجه ويلزقوها في الكتاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا ايه؟ يبقى انواع الطمس كم دلوقتي؟ اربعه. الاول ايه؟ نسيان. الثاني كتمان، اللي ما كتموش حرفوه. ولتهم وقفوا عند دي، لا ده جابوا من عندهم حاجه، ده المصيبه بقى، ويروحوا لازقينها في القران، وده قول الله. ودي كلها ظهرت في اليهود ولا ما ظهرتش؟ ظهرت في اليهود بالإجرام. الحق سبحانه وتعالى ينولنا على هذا بان نقول، هتقولوا لنا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك ايه؟ اباؤنا من قبل وكنا ذريه ايه؟ من بعدهم. يبقى الكتاب اللي احنا عايزين يبقى فيه حجه مع العلم ومع الهدى، الكتاب المنير، الكتاب المشرق. ومعنى كتاب منير مشرق ان ما فيش فيه ايه؟ تطبيبات. تطبيبات اللي هي فجوات النسيان نسي دي، فجوات الكتمان كان يجب ان ربنا ينبه على ده في المسجد، ما جاتش. فجوات التحريف ده لا ما يليخش، الله قال لك ده مش من كلام بشر، يجيبوه من عندهم. يبقى اذا المساله عرفت اننا عايزين ايه؟ بديه علم بديهي او هدى استدلالي، او كتاب من ايه؟ كتاب منير. الكتاب المنير ده، طب الكتب نزلت كتير، صحف إبراهيم وموسى وفي زبر الأولين، والزبور على داود، والتوراة على إيه؟ موسى، والإنجيل على مين؟ على عيسى. طب دي كتب كلها، قال لك صحيح كتب، قال لك هل طرأ عليها عدم الإنارة؟ هي وإن طمست بشهوات البشر فيها. وإيه اللي خلاهم يشوهها كده؟ قال لك السلطة الزمنية. السلطة الزمنية دي هي أقسى حاجة في تغيير المناهج. ازاي يعني؟ ايه السلطه الزمنيه؟ اليهود كانوا يعلمون ان رسولا يجيء من بلاد العرب، والرسول ده هيكون خاتم، واوصافه موجوده، ولذلك يقول ان يعرفونه كما يعرفون ابناءه، وان فريقا منهم لا يكتمون، مش كده؟ ولذلك سيد عبد الله بن سلام بيقول له انت عرفته؟ قال والله لقد عرفته حين رايته، كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لأن يمكن ابني ده ما هوش ابني. الله. يبقى إذن ده. طب ما لم وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. بقى هم أهل كتاب وقاعدين في المدينة،
وبعدين بتوع مكة والجماعة اللي حواليهم دول وثنيين بيعبدوا الحصنام والحجارة، يقولوا لهم ده هيجي يوم يأتي نبي نسبقكم إليه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. الله كانوا يستفتحون به على الذين كفروا. طب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الله ليه؟ قال لك هيسلب منهم السلطة اللي هم ألفوها في الدنيا، كانت لهم ريادة العلم وريادة الاقتصاد وريادة الحرب وريادة مش عارف ايه، وده جاي بقى مش كان واحد هيعملوه ملك نهار الهجرة؟ نهار النبي ما راح الهجرة، وبعدين لما راح الهجرة وقفت يفضل عدو ده ولا لا؟ إذن السلطة الزمنية هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتلجأ الى الايه؟ الى التغيير. كل الكتب دي تناولها التغيير والتحريف. ليه؟ طب ما كانش الناس الكتاب ده ربنا يعمل له صيانات؟ قال لك لا، انه يريد ان يترك شرفا للنبي الخاتم. طيب ازاي؟ اقول لك ان الكتب دي حينما انزلها الله انزلها كتب احكام ولم ينزلها معجزة في ذاتها. احنا قلنا زمان ان كل الرسل الذين سبقوا رسول الله كانت لهم معجزات ولهم كتب منهج، المعجزة منفصلة عن المنهج. مثلا معجزة موسى زي ما نعرف البحر والعصا والمش عارف ليه، انما كتاب منهجه ايه؟ التوراة. دي غير دي. طب وعيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى الى اخره، مش كده؟ ولكن كتاب منهجه ايه؟ الإنجيل. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن وكتاب منهجه القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن ده سيصاحب الزمن إلى أن تقوم الساعة، والزمن فيه أطوار وأشياء متعددة، يبقى لازم يكون مع الرسالة بتاعته المعجزة باقية. المعجزات التانية إحنا صدقناها ليه؟ لأن الله أخبرنا بها. لو ما كانش أخبرنا ربنا كنا نقول لا ما حصلش. دي لذلك يقول لك المعجزات دي زي عود الكبريت، هو ولع مره واحده، اللي شافه شاف واللي ما شافوش بقى خبر. لكن القران هو عايزه دائم. يبقى النبي ما اعطيش معجزه كونيه ثابته اصل يعني، وان كان اعطي معجزات كونيه اخرى الا انه ما اعطيش الا المعجزه العقليه الباقيه عشان تبقى حرسه للايه؟ للمعجزة. أن قبل ما تقوم الساعة تقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول وتلك معجزته. إنما ما تقدرش تقول موسى رسول وضرب البحر معجزة، ما شفناش ضرب البحر، إنما احنا شفنا القرآن سمعناه بنقراه دلوقتي، يبقى لازم تكون معجزة باقية. إذن فالكتب السابقة أنزلها الله على رسوله كما ينزل الحديث على رسول الله، وطلب من المؤمنين بها أن يحافظوا عليها ويحفظوها، لكنهم لم ينجحوا في حفظها ونسيوا وكتموا وحرفوا وزادوا فما اؤتمنوش على الحفظ. قال لك ليه؟ قال لك لأن الحفظ كان هناك تكليف، الحفظ كان هناك إيه؟ والتكليف من الله لخلقه عرض أن يطاع وأن يعصى. فما دام الحفظ الكتب كان تكليف، ازاي كان تكليف؟ ان انزلنا التوراة فيها ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان انزلنا التوراة فيها ايه؟ هدى ونور. يحكم بها ان ايه؟ النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلبنا منهم ان يحفظوها ويبقوا امنا عليها. والى لقاء اخر ان شاء الله.